أعزائنا طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإذاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة الثانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة. طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. مرحلة صعبة مهمة بتجتازها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات. نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري، ودايما وأبدا تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبنات طلاب الصف الثالث ثانوي القسم الرياضيات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، نقدم لكم شرح مبسط لمنهج التفاضل استكمالا للحلقات السابقة. احنا خدنا في الحلقات السابقة الجزء الاولاني بتاع التفاضل، وخدنا في الحلقة اللي فاتت بداية التكامل. خدنا اول بداية للتكامل، خدنا بداية التكامل بالتعويض. النهاردة ان شاء الله كده هناخد التكامل بالتجزيء. طيب ايه التكامل بالتجزيء ده؟ واعرفه ازاي في الامتحان؟ التكامل بالتجزيء تلاقي ان ده حاصل ضرب تكامل حاصل ضرب دالتين. تكامل حاصل ضرب دالتين، والدالتين دول ما لهمش علاقه ببعض. طيب بعمل بتصرف فيهم ازاي؟ قال لك ايه التكامل بالتجزيء؟ كلمه تجزيء ان انت بتحول تاخد داله منهم، داله منهم بتاخدها وتعمل لها تفاضل، وداله ثانيه بتاخدها وتعمل لها تكامل. طيب يا استاذ اخد اي داله؟ اي داله كده تعجبني اخدها؟ لا، ما انت بتاخد الداله تعمل لها تفاضل. ليه؟ اللي هي الداله سهل تفاضلها، والدالة بتتعمل تكامل ليه؟ اللي هي سهل تكاملها. أنا هكون داخل الامتحان إن شاء الله وعارف تقريبا أغلبية المسائل دي بتصرف فيها إزاي. من ضمن الحاجات اللي أنا كنت داخل أعرفها الدالة ه أس س، لو أنت لاحظت في تكاملها تلاقي تكاملها سهل. تعال نكمل مثلا ه أس س. ه أس س لما بتتكامل بتطلع ه أس س زي ما هي، المفروض على واحد يبقى ه أس س، وهتقعد تتكامل ه أس س. فأنا دلوقتي لما أجي أتعامل مع المسألة دي هتعامل إزاي؟ هاخد جزء، هاخد ده وفضله، واخد ده يبقى ده هعمل له تفاضل، تفاضل، وده هعمل له تكامل. طيب ماشي، ده نبدأ نشوف هنشتغل ازاي. يبقى انا هقول له ايه؟ هروح جاي على جنب كده واقول له صاد بتساوي س، على جنب كده صاد بتساوي س، واجيب المعامل التفاضل دي يبقى ده صاد بتساوي ده س. ايه اللي حصل؟ فضلتها. واجي على الجزء كده على جنب وافرده بدال عين. د العين بتساوي كام؟ فين د العين؟ اللي هي دي، اللي هي بتساوي كام؟ ه أس س بالنسبة لس. طب هكامل دي، تعال نكامل دي، يبقى دي تكاملها عين. طب ودي تكاملها ايه؟ ه أس س. خلاص أنا كده خلصت؟ لا، ده قال لك ايه؟ يبقى الناتج بتاع التكامل بتاع المسألة ده عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن حاصل ضرب دول، حاصل ضرب دول ناقص تكامل دول، حاصل ضرب دول ناقص تكامل دول. نشوف، يبقى دي بتساوي، بتساوي ايه؟ حاصل ضرب دول يبقى س ه أس س، س ه أس س ناقص تكامل دول، تكامل مين دول؟ ه أس س بالنسبة لس، يبقى ه أس س بالنسبة لس. تمام كده خلاص خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. ليه لسه ما خلصتش؟ ليه؟ ما أنا لسه ما كملتش ه أس س. طب نكمل مسألتنا. س ه أس س دي خلاص خلصانة، ناقص تكامل ه أس س بالنسبة لس. تمام مظبوط. طب خلصت كده يا أستاذ؟ لسه برضه فاضل فيها إيه؟ ده خلاص خلصانة، فاضل بس خطوة بسيطة. تعالى ناخد ه أس س عامل مشترك، هيتفضل لي كام؟ س ناقص واحد بالنسبة لس. خلاص كده خلصت؟ خلاص خلصت. طيب طالب تاني يقول لي إيه في الحتة دي؟ يقول لي يا استاذ طب ما انا بعملها بطريقه تانية. طب انت بتعملها ازاي يا ابني بطريقه تانية؟ يقول لي انا بعمل حاجه اسمها عمود التفاضل، وهنا عمود التكامل. طب بتعملها ازاي؟ قال لي باجي عند السين دي بحطها هنا وافاضلها لغايه ما تخلص تصفر يبقى بصفر. طب اجيب المشتقه الاولى بتاعتها بواحد، المشتقه الثانيه بتاعتها بصفر، يبقى كده خلصت. طب وبعدين؟ قال لي باجي عند ه اس س واكملها،
فكامل هي اس س تطلع هي اس س، اكمل هي اس س تاني تطلع هي اس س. طب وبعدين يا ابني هتعمل ايه؟ قال لي بعمل ايه بقى؟ بضرب دي في دي ودي في دي طبعا وخلاص كده. طب ازاي بقى؟ قال لي بقى دي بتساوي، تعالى بقى نشوف بتساوي ايه. قال لك بتساوي س هي اس س دي بالزائد ودي بالناقص، ولو واحده بعديها يبقى بالزائد وهكذا، واحده زائد ناقص زائد ناقص كده لغايه ما تخلص. يبقى دي بتساوي كام؟ س ه اس س ناقص ناقص مين؟ واحد في ه اس س زائد مقدار ثابت. يبقى انا عندي طريقتين بقى في الحل المسائل دي، لا اما طريقه تمشي ان انت تفرضها على جنب هنا، لا اما تاخد عمود التكامل وتشتغل. اللي يعجبك اشتغل بيه. لا اما اشتغل بالشغل ده، لا اما اشتغل بعمود التكامل. طب عايزين نشوف الداله الثانيه دي هنكملها ازاي. الداله الثانيه دي لو انت بصيت عليها هيقول لك ه اس س زائد 2 لوغاريتم س الاساس ه. طب هتصرف في دي ازاي؟ هتصرف في دي ازاي؟ هقول بقى واحد طالب يقول لي اه دي ه اس ده كله، لا لا دي مش ه اس ده كله. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا هفتكر من زمان لما كنت بقول ا اس س زائد ص، مش دي كنا بنقدر نقول عليها ا اس س في ا اس ص؟ اه تمام، اللي عند عكس بقى عند الضرب بجمع ليه الاسس. يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ اقول ه اس س في ه اس 2 لوغاريتم س الاساس ه. طب يا استاذ ورينا كده، ورينا هتعمل ايه؟ تعالى نتعامل معاه. يبقى تكامل ه اس س زائد 2 لوغاريتم س الاساس ه بالنسبه لس. يلا نبدا نتعامل. ه اس س هتفضل زي ما هي في ه اس 2 لوغاريتم س الاساس ه. طب وبعدين يا استاذ هتعمل ايه تاني؟ امشي ورايا بس كده كمل. تكامل ه اس س مالكش دخل بيها. مش انا واخد ان الاس ده ممكن ارفعه فوق؟ اه تمام، نرفعه فوق. يبقى ه اس لوغاريتم س اس 2 الاساس ه. طيب ها خلاص كده خلصت؟ لا لسه. انت عندك قاعده بتقول ايه؟ لو ه اس لوغاريتم س الاساس ه، ركز معايا بقى، ه اس لوغاريتم س الاساس ه دي كلها بتساوي س. تاني نقول لك القاعده تاني، لو قلت لك مثلا 5 لوغاريتم س للاساس 5، لاحظ ان دي 5 ودي 5، يبقى قال لك دي قيمتها بتساوي س. طب دي هتفيدني بايه؟ ايه اللي استفاده انا بقى في الحته دي؟ امشي معايا بقى كده. يبقى تكامل ه اس س مالكش دخل بيها. بص على الجزء ده، ايوه تمام صح، اله مع اله، يبقى س تربيع بالنسبه لس. يبقى انت دلوقتي بتكامل ايه؟ بتكامل س تربيع ه اس س بالنسبه لس. تمام كده. ايه ده مساله راحت في جهه غير الجهه خالص؟ لا ما راحتش. يبقى ه اس س في ه اس دي فصلتهم، بعد ما فصلتهم اكتشفت ان في قاعده هنا انا فاكرها، دي ه اس س تربيع. ظبطت مسالتي بقت طلعت دي. طب نكمل دي ازاي بقى؟ نكملها ازاي؟ طب ما تيجي نكملها بعمود التكامل على طول بسرعه. طب يلا، فين مين اللي هتتكامل ومين اللي هتشتق؟ اللي هتشتق س تربيع. طب ماشي كده، س تربيع المشتقه الاولى بتاعتها 2 س، اللي بعديها 2، اللي بعديها 0، كده خلصت. ه اس س التكامل بتاعها الاولاني ه اس س برضو، التكامل الثاني ه اس س برضو، التكامل الثالث ه اس س. دي سهله يا استاذه، طب ما سهل ما فيهاش حاجه، بس هي الحته الاولانيه عدينا والحمد لله. طب يلا نكتب بقى ناتج التكامل بتاعي. يبقى دي بتساوي، يلا ناتج التكامل، انا قلت لك بناخد ده في ده بالزائد، وبعدين ده في ده بالناقص، وده في ده بالزائد. طب هتكتبها ازاي؟ يلا نكتب سوا. س تربيع ه اس س اللي هو ده في ده، اه انت قلت ناقص هنا، تمام، ناقص 2 س ه اس س. طب ودي زائد 2 ه اس س زائد مقدار ثابت، هسيبها له كده؟ لا طبعا، ناخد ه اس س على المشترك. خدنا ه اس س فضلت كام؟ س تربيع ناقص 2 س زائد 2 زائد مقدار ثابت. يبقى انا دلوقتي خدت مسالتين اللي هي التكامل بالتجزيئ، ولاحظ ان معايا كان معايا ه اس س. طب نشوف كمان واحده، شوف واحده كمان كده بسرعه كده بسرعه.
بيقول لي ايه؟ بيقول لي واحده كده سريعه اهي، تكامل كاتب لوغاريتم س اس 3 الاساس ه على لوغاريتم س اس 2 او س لوغاريتم س اس 2 الاساس ه بالنسبه ل س. طب ايه دي يا استاذ؟ ايه ده ايه ده ده؟ طب بالراحه بس كده معايا وامشي معايا خطوه خطوه. لوغاريتم انت مش لسه قايلين دلوقتي لما كانت 2 لوغاريتم س الاساس ه رفعنا الاثنين فوق اس؟ اه. طب ما تيجي نعمل ننزل الثلاثه قدام. ننزل الثلاثه قدام، تعالى ننزل. يبقى لما ننزل الثلاثة قدام هنقول تكامل 3 لوغاريتم س للأساس ه. ماشي تمام كده. والاثنين دي تنزل، طب تنزل هنا ولا تنزل هنا؟ نزلها قدام السين. 2 س لوغاريتم س للأساس ه. طب ما هي بقت سهلة اهي. ايه اللي سهل اللي فيها؟ ما دي يا أستاذ تختصر مع دي. ماشي. ايه اللي هيتفضل لي؟ هيتفضل لي 3 على 2 وادي السين تحت بالنسبة لسين. طب اعمل بقى تكامل بالتعويض والتجزيء ولا ايه؟ تعويض ايه وتجزيء ايه؟ امشي معايا بس كده بالراحه. بص كده، لما تتلاقي داله فيها بسط ومقام كسر وعاوز تكملها اضرب عينك على البسط، هل البسط اشتقاق المقام؟ ايوه صح. يبقى لو البسط اشتقاق المقام يبقى الناتج بتاع دي على طول 3 على 2 لوغاريتم المقام للاساس ه. ما تنساش تحطه جوه ايه؟ مقياس. يبقى دي بتساوي، يبقى المساله هي اتحلت اهي بسهوله. بسهوله اهي. يبقى ايه اللي حصل؟ الاس نزل قدام، اختصرت دي مع دي كده، عملنا مساله ايه بالرغم ان شكلها يخض بس طلعت زي الفل جميل. طب تعالى ناخد واحده كمان. يجي يقول لي هنا ايه؟ عاوز اعمل تكامل س تربيع لوغاريتم س للاساس ه بالنسبه لس. طب هنكمل دي ازاي؟ طب دي تكامل لما نيجي نبص عليها كده بالتعويض، لا ده بالتجزيء. طب يلا نكمل بالتجزيء، تعال نكملها بالتجزيء. طب نجزئها ازاي؟ احنا في المساله اللي كانت لسه حلينها دلوقتي كان عندنا س ه اس س، احنا قلنا دي تتفاضل ودي تتكامل. طب استاذنك بقى هنا في اللوغاريتمات، استاذنك ايه؟ دي اللي هتتفاضل ودي اللي هتتكامل. انت كده عكست يا استاذ؟ ايوه عكست. يبقى ال ه اس س بتتكامل عشان سالف تكاملها، لوغاريتم س الاساس ه بتبقى سهله ان انا فاضلها. طب ورينا كده يا استاذ هتحل ازاي؟ طب يلا نحل مع بعض كده. نحل مع بعض. هنقول له ص بتساوي لوغاريتم س الاساس ه. طب يلا نكمل نشتق دي. يبقى ده ص بتساوي، ايوه تمام. يبقى واحد على س ودي. طب الثانيه فين؟ هنقول له ده العين بتساوي س اس 2 بالنسبه لعين. بالنسبة لس، س أس 2 بالنسبة لس. يلا نكمل دي. يبقى عين بتساوي س أس 3 على 3. كده تمام؟ يلا بقى نشوف. يبقى قلنا بدي في دي ناقص تكامل دي بتساوي إيه؟ إحنا قلنا دي في دي. يبقى س أس 3 على 3 لوغاريتم س الأساس ه ناقص دي في دي. دي في دي اللي هي مين؟ ما تنساش إن دي في دي تكامل. تكامل مين بقى حضرتك؟ ايوه، واحد على س في س اس 3، او س اس 3 على 3 في واحد على س بالنسبه لس. طب هات خلاص كده خلصت مسالتي؟ لسه. طب ايه اللي لسه فيها؟ س اس 3 على 3 لوغاريتم س الاساس ه ناقص تكامل. طلع لي التلت ده بره عشان ما اضايقكش. طب يلا نختصر دي، تعالى نختصر دي. دي على دي تطلع فيها كام؟ س اس 2 دال س. طب خلصت؟ خلاص قربت اهي. يبقى س اس 3 على 3 لوغاريتم س الاساس ه ناقص تلت. يلا نكمل دي. لما نيجي نكمل دي تكملها كام؟ مظبوط. يبقى س اس 3 ها على 3 برضه زائد مقدار ثابت. طب هتسيبها كده زي ما هي في الامتحان ولا هتعمل فيها ايه؟ ممكن تاخد س اس 3 عامل مشترك عشان لو في اختيارات ولا حاجه. س اس 3 طيب، والتلت والتسع والحاجات دي ممكن تاخد سينوس 3 او تاخد تلت سينوس 3. خد سينوس 3 هتفضل لي كام؟ تلت لوغاريتم س الاساس ه ناقص تسع زائد مقدار ثابت. طبعا احنا الحمد لله شفنا دلوقتي مسائل اجزاء او مسالتين على التكامل بالتجزيء ومسائل على التكامل بالتعويض. ان شاء الله في الحلقه القادمه نكمل بقيه الاجزاء بتاع التكامل
ان شاء الله ناخد تكامل الدوائر المثلثيه والتكامل المحدد. الى اللقاء في الحلقه القادمه.